فكره الفيلم باختصار. فكره الفيلم باختصار فكره باينه من التريلر، باينه جدا من الاعلان، انه واحده بتبحث عن الانجاب ومعقده من الرجاله، فقررت ان هي تتجوز جواز صوري عشان تقوم بعمليه تلقيح مجهري، عمليه طبيه بحته ما فيهاش اي مشاعر ولا اي احاسيس، وبعد كده يتم الطلاق كان الجواز لم يكن وتحتفظ بالطفل. هي مجرد حيله دراميه عشان يجمعوا اتنين في بيت واحد، اتنين متناقضين تماما، وتتوالى الاحداث وتقدر تشوف التناقض ده يولد مشاهد حلوه جدا. الحقيقه انه اللي صنعوا الفيلم كان عندهم حس فني اوسع بكتير من الفكره المحدوده دي اللي حصلت كتير. كان عندهم احساس بالجمال، جمال الاشخاص وجمال الطبيعه وجمال الصوره، خلوا الفيلم كده ينبض بالحياه، خلوك تتفاعل مع القصه مع ان هي مش منطقيه بس تحبهم، وما تبقاش منتظر مفاجاه، لان انت في النهايه بطبيعه الحال يعني فيلم لايت كوميدي اكيد في النهايه يخلص في نهايه سعيده، انت مش مستني مفاجاه بس مستني مزيد من المشاهد الحلوه والابتسامه الحلوه والصوره الحلوه، وده احساس رائع جدا في فيلم بشتري راجل. سعيده بوجود البطلين اللي في الفيلم، انما كمان هكون سعيده لما ينضم لنا صناع الفيلم. هنرحب بيه كلهم مع بعض، المؤلفه ايناس لطفي، المنتجه دينا حرب، الفنانه ليلى عز العرب، والمخرج محمد عبد. اهلا مؤلفه الفيلم ايناس لطفي، اهلا بيك يا ايناس. الفنانه ليلى عز العرب، الفنانه ليلى هي اللي قامت بدور مامة شمس. اتفضلي. طب السكسكة لازم تقابلك. دينا حرب، اهلا بيكي. محمد علي المخرج، اتفضلي.